عمر، انت تتاكد انه ما في رساله ثانيه بحل مجلس الامه مقابل؟ لا طبعا، كان تداولنا حتى بالجلسه الاخيره، انا اعتقد هذه الحكومه لا تجرأ، خليني اكون صريح وياك، لا تجرأ، لا تجرأ. يعني انا وقفت بالجلسه ويوم تكلمت يعني اخت صفاء قلت لها اشري لي على الوزير واقسمت ان احطه على المنصه. ما اعتقد ان احد يجرأ، وقام العمير ونفى الكلام. لا تجرأ الحكومه ولا الوزراء، لأن طبيعة المجلس يعني طبيعة صوت الواحد خلق مجلس مثل الدردور، يركب الوزير ما يعرف من ربعه، ما في تيار يحمي ولا في أغلبية، حالة من حال الوزراء السابقين. وتدري لو تشوف أعداد الاستجوابات السابقة وعدها، بس الأغلبية أغلبية حكومة، بالعكس يصعد الوزير هو مطمن. لا لا مو صحيح، مو صحيح الاستجوابات السابقة أبو عمر، تأكد أنت لو إن شطبت استجوابات أصلا ما خلته يصعد. لا هو شوف ديك يعني الاستجواب يوم في محور غير دستوري للأمانة ما شطب، أنا كنت متواجد حتى تكلمت أخوي رياض، ما بيأكرر شنو وراحت، لكن بعض الوزراء رلا قائمتين راحت، محمد العبد الله مع احترامي يعني وصل 18 زين بداية دور انعقاد. أنا أعتقد إذا استمرت الحكومة بدون تحقيق إنجازات، وأخص يعني دور انعقاد قاب قوسين أو أدنى من الفترة القادمة، إحنا قاعد نشوف بوادر إيجابية، رئيس الحكومة قاعد يتجاوب. أنا أعتقد من يعني من كثر تجاوب الحكومة ومد يد التعاون، المجلس مد يد التعاون كذلك. يعني لما يجيني يعني صراحة سمو الرئيس لما تجي تكلمه بقضية ما قاعد يتعند، قاعد يقول لك تعال يعني اقعد وياي، عطني اقنعني، وزير ينشال، حكومه سته ينشالون، اقنعه. ورجل يعني للامانه صادق معانا، ما قاعد يلف ويدور. الوزراء مو بالتعنت، الوزراء اللي قاعد نشوفه عطني وزير يتعنت ولا يصر على الخطا وما يصحح الخطا،